حول هذا الموضوع يسرنا أن نستقبل معنا مباشرة من النجف الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي السيد محمد المؤمن. سيد محمد، نحييك، أهلا بك. أهلا، صباح النور. يا هلا فيك سيدي. يعني قرار من ميتا يجيز الخطاب العنيف ضد روسيا، برأيك إلى أي مدى هذا القرار قد يخالف شرعة حقوق الإنسان ومبادئها؟ شوفوا، أنا لست مختص بالشؤون القانونية، ولكن كصحفي بالتأكيد عملية التدخل بشرعية إذا كان هذا الخطاب العنيف يصح أو لا يصح بناء على من يقوله وضد من، بالتأكيد صحفيا وأنت تعرف هذا الأمر، هذا يعتبر انحياز واضح. هذا الخطاب أو هذا التصريح يفقد هذه المنصات، منصات التواصل الاجتماعي، يفقدها فكرة الحياد والتوازن، وأنها تتعامل مع جميع البشر على أنهم أعضاء في مجتمع واحد. فلما صار هذا التفريق على أساس سياسي أو جغرافي، بالتأكيد إحنا أمام إشكالية كبيرة جدا. وأنا أتحدث من ناحية الصحفية، لأنها منصات تتولى عملية السماح للمحتوى بالنشر، وبالتالي هي تعتبر بشكل أو بآخر مؤسسات إعلامية يجب أن تلتزم على الأقل بالحياد وعدم الانحياز تجاه لأي موقف سياسي، سواء بناء على البلد الذي تقع في هذه الشركة أو توجهاتها السياسية. عدم الانحياز تحت مظلة الابتعاد طبعا عن التعابير العنفية، لأن في المقابل إذا رجعنا بالزمن بعض الشيء إلى الوراء، حظرت بعض التويتات أو التغريدات للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأنها تدعو إلى العنف حسب تويتر وحسب قادة مواقع التواصل. اليوم هناك إجازة للخطاب العنيف ضد روسيا، هذا انحياز، ولكن السؤال يطرح نفسه أو نفسه، من يحكم هذه السياسات، سياسات مواقع التواصل الاجتماعي؟ ماذا يحكمها ومن يحكمها؟ عظيم جدا. ما يحكم هذه المواقع هو ما ألزمت بها نفسها. هناك مصطلح يعتبر يسمى الكوميونيتي ستاندردز أو قواعد المجتمع. كل منصة من هذه المنصات تلزم نفسها بمجموعة من القوانين ومجموعة من المحددات التي تقول بما يسمح وما لا يسمح. ولأنه بصراحة منصات التواصل الاجتماعي الجديد بها عن باقي المؤسسات الصحفية والإعلامية منذ ظهور الصحافة إلى اليوم، إنها منصات لا تصنع المحتوى ولكنها تستضيفه، وأحياناً تسمح ببعضه وأحيانا لا تسمح ببعضه، وأحيانا قد تلعب دورا أكثر بعملية تقييد انتشار محتوى على حساب آخر. وبالتالي المحتوى الذي نشاهده في فيسبوك أو تويتر هو ليس مكتوب من قبل مارك زوكربيرغ أو جاك دورسي، هو مكتوب من قبل المستخدمين، ولكن مستوى التدخل الذي تقوم به هذه المنصات والمعايير، إلى أي مدى هذه المعايير شفافة، هذه إشكالية كبيرة جدا. بالتأكيد المعايير ليست شفافة، لأن هناك متغيرات تحصل بشكل آني، وربما تابعتم ما حصل خلال الأزمة التي حصلت بمشكلة حي الشيخ جراح وتقييد التدوينات لنصرة القضية الفلسطينية. هذه من أبرز الأمثلة التي قامت فيها فيسبوك، شركة ميتا بفيسبوك وبإنستغرام، بتقييد المحتوى، ولكن لم تصرح ما هي المعايير أو الآليات التي تقوم بها على هذا الأساس. نعم. فبالتالي بصراحة لا يوجد هناك جهة حاكمة أعلى من هذه الشركات، لأنها لا تعتبر نفسها متقيدة بقانون خارجي، وإنما هي تلزم نفسها بمجموعة من الأخلاقيات التي تقول بأنها تسمح بحرية التعبير. ولكن على ما يبدو خلال هذه الأزمات الأخيرة ظهر بأن هناك الكثير من المشاكل بهذه الأمور. طيب سيد محمد، في الإطار نفسه كيف تفسر هذه التحذيرات أو الإشعارات من فيسبوك؟ يردنا فجأة وبشكل يومي عبر العالم أن هناك محتوى عنيفا لمنشورات نشرناها قبل سنوات تم حظرها دون أن نعرف ما هي ولماذا. كيف تفسر هذه المراجعة؟ من وراءها؟ هي المشكلة اللي تحدث
يعني اللي تحدث غالبا هو عدم مراعاة الكونتكست أو السياق. بالغالب السياق أحيانا يكون هناك سياق تاريخي وأحيانا هناك سياق اجتماعي أو جغرافي. فيسبوك يقول أو يدعي بأنه يتعامل مع كل أنواع المحتوى بسواسية بغض النظر عن من كتب وأين كتب ومتى كتب وما هو الإطار الذي وضع فيه. لذلك حتى إذا أنت انتقدت اليوم بمحتوى انتقدت بتنظيم إرهابي أو كنت تنوي الحديث بشكل إيجابي عن ظاهرة معينة ولكن تضمن حديثك بعض الكلمات اللي يعتبرها فيسبوك مخالفة فقد تتعرض للتقييد. هنا هذه المشكلة لما تسألني إذا هناك محتوى سابق لدي وتعرض حاليا إلى التقييد. فيسبوك تقوم بتقييد بعض الكلمات المفتاحية وهذه الكلمات تبحث حتى في المحتوى السابق ربما حتى في الوقت الذي ما كانت هذا المحتوى محظورا وهذا هو الذي يسبب مشكلة لدى الكثير من المستخدمين لأنك تعرف أحيانا هناك بعض الكلمات قبل سنوات كنا نستخدمها بشكل بحرية وبالتأكيد لا توجد نوايا سيئة لاستخدام هذا المحتوى وبالتالي هذه هي المشكلة تحصل. وأحيانا ربما الاستعانة بالخوارزميات أو بالذكاء الاصطناعي في عملية البحث عن هذه الكلمات دون الأخذ بنظر الاعتبار السياق الذي قيل فيه الوقت الزمني الإطار والمعنى العام المقصود منه هذا سيقيد حرية الكثير من الناس. يعني هذا باختصار لن يمنعك فقط من نصرة فلسطين هو يمنعك من تداول هذا الأمر والحديث عنه على الإطلاق وهذه مشكلة أكبر. المشكلة مزدوجة لأن هناك عدم حياد بتناول بعض القضايا وهناك مشكلة أخرى تقنية تتعلق بتسليط البرامجيات والذكاء الاصطناعي على حرية التعبير بالنسبة للناس وهذا الأمر بصراحة مستفز جدا. نعم محمد بتذكر ببدايات مواقع التواصل مارشال ماكلون وهو طبعا مفكر وباحث في عالم السوشيال ميديا قال إن هذا العالم هو فضاء قابل للفلتان غير قابل للرقابة. اليوم هل لا يزال الأمر على حاله أو ما هي الحدود؟ يعني ما هي المراجع التي تقول إن سياسات مواقع التواصل هنا تخطت حقوق الإنسان ويجب أن نضع لها قوانين وهل من قوانين لذلك؟ شوف يعني خليني أقول لك شغلة كصحفي ومتأكد أنك تتفق معي بها تستفزنا دائما مسألة القوانين لأننا نريد أن نحل مشكلة فنخلق الكثير من المشاكل لأنه مفهوم السبونسرشيب هو يبدأ من خلال أو السنسرشيب يبدأ من خلال وضع قوانين. يعني أن نضع قوانين لتحكم هذه المنصات الأمر قد يزيد الأمر سوءا. الفكرة هي الشفافية لا نريد سوى المزيد من الشفافية يجب أن تقدم هذه المنصات المزيد من المعلومات حول كيفية التعاطي مع المحتوى وكيف تحكم على المحتوى. دعني أضرب لك مثالا دائما الآن شركة متى تقول بأنها تعتمد الخوارزميات والذكاء الاصطناعي لمواجهة المحتوى المضلل واليوم تعرف أن منصة فيسبوك صارت تصنف من المنصات الأكثر نشرا للمحتوى الكاذب. إذا تراجع حتى بنفس الموقع الرسمي لمدونة شركة ميتا إذا تراجع تفاصيل هذا العنوان تجد بأن عملية فعلا تكليف الخوارزميات والذكاء الاصطناعي في تحديد المحتوى الكاذب هذا غير دقيق. نعم لأن ببساطة البرامجيات لا يمكنها أن تتعرف ما إذا كنت أنت تقول كلام صحيح أو لا هي ليست لديها التفكير النقدي أو الكريتيكال ثينكينج هي باختصار تقوم بنسخ الأفكار التي يخبرها بها المهندسين يعني لا. بمعنى أنهم يقولوا لها بأن الكلمات المفتاحية التي ترد بالعبارات بهذا الشكل نعتبرها بأنها هي أخبار كاذبة وبالتالي تقوم الخوارزميات بتكرار ما ذكر خلال أو بتكرار طيب هذه محمد. الأفكار وتطبيقها على عدد أكبر بالنتيجة الادعاءات التي تقول بأن الذكاء الاصطناعي هو من سيحارب المعلومات المضللة هذا غير دقيق ولكن هي ستساعد المسؤولين على محاربة الأفكار التي
لا يريدها هؤلاء المسؤولون أو يعتبروها خطابة كراهية أو معلومات مضللة أو غير. نعم طبعا الحديث يطول معك وحديثك دايما درر، بس الوقت ضيق. أنت صحافي وبتعرف قيمة الوقت. محمد المؤمن الخبير في مواقع التواصل الاجتماعي كنت معنا مباشرة من النجف، نشكرك أغنيتنا.